إخوان، السلام عليكم. معكم تاغي عبد الطيف من قناة أفكار. نتمنى تكونوا بخير وتكون أمور ديالكم بخير. كما كتعرفوا في هذه السلسلة ديال المسابيح، يعني بغينا نعطيكم معلومات بطريقة السماع ونكتفوا المعلومات، يعني تاع طريقة القابلية ديال هذا المنتوج. بغينا نركزوا في المراحل الأولى على الصناعة بعدا باش تقدر تصنع المسابيح. وكما كتشوف يعني في الفيديو كاين ثلاثة طرق اللي اختاريتهم لك اليوم، والرابعة كتبقى أسهل ما يكون، اللي غتكون في الآخر ديال الفيديو اللي غادي تشوفوها معنا تاهي. بالنسبة لهاد الأولى هادي، يعني كتحتاج ماشين ديال التور، كتحتاج واحد شوية ديال المهارة، ماشي شي مهارة كبيرة وإنما الممارسة. هي حاجة كتجي مع الممارسة كتجي. كما كتشوف يعني تقريبا في أغلبية ديال المراحل كنستعملو الماكينة ديال التور. الماكينة ديال التور كنحتاجوها غالبا في المسابيح اللي كتكون غالية وفي التنمية ديالها، بحال الفاتورة الكرمون، يعني المواد اللي كتكون حاجة نقية بزاف وبغات تخدم بواحد الطريقة ليدية كما كانت كتخدم قديم. اختاريت لكم شي طرق منها هاد الطريقة ديال هاد الروسي هذا اللي تاهويا ورانا واحد الطريقة، يعني ما استخدمش ماكينة ديال التور وانما استخدم ماكينة عادية. وفوت الطريقة بصيب ماكينة، يعني طريقة عجبتني انا بصراحة. كي تبارك الله، يعني كي خرطهم بهاد الطريقة وكي عاود كي يقطعهم وكي يدير ليهم الفيرني، كيتقبهم بعدا بالشينيون عادي، كيدير الفيرني وكيجمعهم في خيط. سهلة، مكاينش مشكل، طريقة عادي يعني أي واحد يقدر يديرها. وكاين الطريقة الثالثة اللي بغينا نشرحها هي، واخا ما كاينش اللي كيستعملها بزاف وانما بغينا نشيرو ليها. يعني الا كانت عندك امكانيات باش تاخد تور نيميريك وتخدم بشي حوايج اللي ديال البرمجة، ماشي مشكل، يعني مزيانة تقدر دير هاد الخدمة حتى هي. كتعطيك بروغرام للحاسوب والحاسوب هو اللي كيعطي البروغرام للآلة اللي كتخدم. يعني واخا هذا اللي خدم هاد الطريقة هادي خدمها، ولكن مبانش ليا شي احترافية وانما كاين مجهود، دار مجهود، عطانا فكرة زوينة ما عندنا ما نقولو فيها، يعني ممكن تطور هاد الفكرة هادي وتولي مشروع كبير تاهي. كما كتشوفو المرحلة الثانية من بعد المرحلة ديال التور، يعني كدوز المرحلة ديال الصنفرة. هاد المرحلة هادي اللي كتكون يعني شوية طريقة بدائية، مكملاتش الطريقة الأولى. كاينين طرق ديال الصنفرة اللي هو كيكونو عصريين، تا هما غادي نهضر عليهم إن شاء الله يعني في فيديو خاص. جميع طرق ديال الصنفرة، النتيجة هي هادي كيما كتشوفو، ثقبة جات كبيرة شوية.
والطريقة الثالثة اللي كتشوفوا اللي هي هذه، يعني هادو واحد لي لام اللي كيتباعو في علي اكسبريس، كيتباعو في امازون، كيتباعو في المحلات التجارية اللي كيكونوا كبار، كيتباعو عند بعض لي دروبريا اللي كيكونوا داخلين بحال هادشي. يعني الا خديتي الصورة، خد الصورة من الفيديو سول على هاد لي لام هادو، ممكن تلقاهم راهم يعني غير في المغرب، ما تحتاجش تمشي لشي بلاصه. وكاينين هاد لي لام ديال النجاره اللي ممكن حتى هما كيتخدموا بلامور وكنرجعو بحال هاد لي لام هادو. كاين واحد شي وحدين اللي خدموهم وكيخدموهم خصوصا الزيتون، هذا هو اللي كاين في الفيديو. كنتمنى نكون عطيتكم شي معلومه، ما تنساوش تدعمونا، لايك، اشتراك في القناه. الله يعاونكم، السلام عليكم.